في المصر افندي انا بطارد اي فكره تخلي البلد دي تتحرك خطوه لقدام، من مسؤول من مواطن. في الجرايد خلال اليومين اللي فاتوا قريت اعلان كبير حوالي نص صفحه عاملاه وزيره الاستثمار دكتوره سحر نصر، اسمه عامله كده مشروع اسمه فكرتك شركتك. انت اي شاب في اي محافظه في مصر عندك فكره مشروع، قريت الكلام ده لكل شباب مصر، خش على موقع وزارة الاستثمار شوف الفكرة دي، هتخش تملى بياناتك تشرح الفكرة بتاعتك، وزارة الاستثمار بتقول لك احنا هنبعت لك، هنيجي لحد باب بيتك ندرس الفكرة نساعدك فيها نقدم لك فيها دعم فني دعم مالي. طبعا تخيل، يعني وزارة الاستثمار بتقول انا صديقة اي شخص في مصر عايز يكون عنده فكرة وترى النور. الفكرة عجبتني. معايا على التليفون وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر. مساء الفل دكتورة سحر. ازاي حضرتك؟ ازيك يا محمد؟ ازاي حضرتك؟ انا بحييك اولا على الفكرة يعني، بس وعاوز انا والسادة المشاهدين خاصة الشباب ناخد تفاصيل اكتر من حضرتك. احنا يعني قمنا بالمبادرة دي على فكرة، فكرة عدد كبير من الشباب، يعني هي مش فكرة الرز. احنا قعدنا مع عدد من الشباب من محافظات مختلفة، وهم كانوا حريصين عندهم افكار وعايزين يحولوها مشاريع، وعندهم عدد من التخوفات. نعم. خايفين يقترضوا، يحسن يتعثروا، وما يعرفوش يسددوا، فقلنا خلاص هنخش شراكة معاهم، يبقى شراكة بين القطاع الخاص والحكومة، وهناخد معاهم المخاطره وكان معاهم في الربحيه. تاني حاجه كان عندهم برضو عايزين حد يساعدهم ويدعمهم في تدريب وتنميه مهارات، عنده الفكره بس عايز يدعم ازاي يحول الفكره لمشروع. نعم. فلذلك قلنا لازم يبقى في حضانات عشان تمشي معاه في كل خطوات المشروع لغايه ما المشروع يستقر ويعني يقدر يكون يدخل ربحيه، والشاب اخذ كل الاختبارات والتدريب اللي محتاجه، دراسه الجدوى ازاي يعني يحول الفكره لمشروع، وازاي كمان ان هو يبقى فيه استدامه للمشروع. ثالث حاجه ازاي نربطه بالاسواق المختلفه، هي حزمه متكامله من الدعم اللي بنقدمه للشباب عشان يبتدي مشروع، ويكون هو بدل ما بينتظر وظيفه، لكن هو بالعكس هو بيقدر يخلق وظايف لشباب في المنطقه بتاعته، في القريه بتاعته، في المحافظه بتاعته. فاحنا بقى برضه عايزين نعمل روح المنافسه، فبالفعل احنا نتواصل من خلاله، وفعلا عدد كبير قدم لغايه دلوقتي، وعلى فكره منهم افكار اكثر من ممتازه. فاحنا طبعا هنقدر ان احنا ندعم يعني ندعم هذا الشباب ونطور معاه الفكره المشروع باذن الله في الفتره الجايه، وهنتحرك بقى بالاتوبيس ليه من المحافظات اللي هي عدد كبير من الطلبات، وان شاء الله هنقدر نتواصل مع جميع المحافظات مع جميع الشباب. واحنا على فكره بنشجع ان يكون معانا في المبادره دي مشاركه برضو من القطاع الخاص، لان كتير من القطاع الخاص قال لك او المجتمع الوطني قال لك احنا يعني عايزين نبقى جزء من هذا، واحنا صعب ان احنا نبقى في منافسه مع الحكومه. قلنا لا، احنا مش ما فيش منافسه، احنا بالعكس احنا عايزين نشتغل كلنا فريق واحد ونتحرك وندعم كل الشباب في كل المحافظات باذن الله في الفتره الجايه بالتنسيق مع جميع الجهات. طيب لو في اي شاب دلوقتي بيسمع حضرتك عنده فكره عايز يوصل ليكي، من هيعمل ايه بقى؟ هيخش بقى اونلاين، عندي عاملين صفحه ليه مخصوص للمبادره، وبالفعل عدد كبير جدا قدم لغايه النهارده، يعني صفحه على الفيسبوك ولا على موقع الوزاره؟ على الفيسبوك، على الفيسبوك، وعلى الفيسبوك يقدر، وعلى الويب سايت بتاع الوزاره بعنوان فكرتك شركتك. بالظبط، نخش ويقدم، واحنا بالفعل بدينا يعني احنا يوميا شغالين لغايه اللحظه دي، وانا مع حضرتك بنتابع، وبن حتى لما بكون في معلومات ناقصه بنتواصل مع الشباب، وبنعمل ان شاء الله نتحرك ليهم كمان قريبا في المحافظات. هل الوزاره هتقعد تقول لي هات فلوس واديني ضمانات؟ لا خالص، احنا هنخش معاه شريك. لا بالعكس، احنا هنخش معاه، لان من اهم الحاجات اللي الشباب طلبها قال لك اولا يا اما انا ما عنديش اصول او ما عنديش ضمانات، يا اما انا حتى لو عندي انا مش عايزه اخاطر، انا عايز حد يخش معايا شريك ويدعمني. وهنا على فكره احنا مش بنخش شراكه في التمويل فقط، بنخش شراكه معاه
في طريقه اداره الشركه، وازاي ان هو يعمل دراسه جدوى، وازاي ان يعمل كل حساباته وان هو يعملها بطريقه سليمه عشان يضمن ان هو نجاح مشروعه. هل الوزاره هيبقى عندها اليه توصل لشبابنا في اقصى المحافظات، في الصعيد، في السلوم؟ طبعا احنا طبعا هي اولا الوزاره والاستثمار ليها تواجد في معظم المحافظات، والمحافظات اللي هي ما فيش تواجد احنا بنتحرك سريعا تاسيس مباني، ولكن احنا حاليا هنتحرك بالاتوبيس المبادره ومن محافظه لاخرى ونتواصل مع الشباب باذن الله، وهنبتدي بالقاهره بس هنتحرك محافظات، وهنا دلوقتي اغلبيه الطلبات جايه حاليا من محافظات الصعيد، فيمكن التنقل الاولاني هيكون في محافظات الصعيد، بس احنا هناخدها بالعدد اللي هيجي باذن الله. وانا بنتواصل مع الشباب من خلال الفيسبوك، بس كمان دعم فني مباشر معاهم. طيب لما وهنعلن عن نقاط التجمع برضو عشان يبقى يعني يبقوا قادرين هم يتواصلوا معانا بطريقه سهله باذن الله. خليني بقى اسال حضرتك بصفتك بقى هو وزيره الاستثمار والتعاون الدولي، كلميني عن الاستثمار الاجنبي في 2017، كلميني على تدفقات الاستثمار الاجنبي، الخطه المستهدفه حضرتك حققت منها قد ايه؟ اولا الحمد لله خلال الشهور اللي فاتت صوت شباب الصوت حوله، وطبعا هو متركز في قطاعات قطاع البترول والغاز التشييد والبناء، واحنا حريصين ان احنا الفتره الجايه ان شاء الله يكون تدفقات اكتر في قطاع الزراعه وقطاع الصناعه، لان هم مواطنين لفرص العمل واحنا مهتمين بهذه القطاعات. واحنا لما بنيجي حتى نقيم، انا عايزه اقول لحضرتك مش بنقيم بس بالارقام، ولكن بنقيم الاهم بنوعيه هذه الاستثمارات. احنا عايزين استثمارات هتكون كثيفه العماله ومؤثره، ولذلك في قانون الاستثمار نص واكد على حوافز لهذا القطاع. احنا عايزين استثمارات اللي هي هتكون بتدخل تكنولوجيا حديثه وبتدخل اداره مبتكره. احنا حريصين ان احنا ندعم المشاريع الصغيره والمتوسطه ورياده الاعمال، وبحب اقول ان قانون الاستثمار ده اول قانون في مصر بيأكد على الدعم والحوافز لرياده الاعمال. كنا بنتكلم على المشاريع الصغيره والمتوسطه دايما، ما اتكلمناش قوي وما دعمناش اللي هي المشاريع الناشئه، اللي هي المستثمر الصغير اللي هو فعلا بيحتاج دعم اكتر في الفتره اللي جايه باذن الله. طب اديني حضرتك رقم كده مالي بالمليارات عن حجم الاستثمار الاجنبي. ادي لحضرتك رقم بالظبط، يعني انا ببص على الارتفاع صافي تدفقات الاستثمارات الاجنبي المباشر خلال اللي هو السنه الماليه اللي فاتت، زاد الحمد لله 4.5%، يعني باجمالي 7.9 مليار دولار، يعني بالمقارنه ب 6.9 للسنه الماليه اللي فاتت. وعايزه اقول معلومه مهمه، ان عدد بقى الشركات اللي هي تاسست خلال، احنا بنبص بقى على السنه اللي هي الجديده اللي هي من اول يوليو، في بقى يعني زياده 67% يوليو السنه اللي قبلها. في عدد الشركات اللي جرى تاسيسها. عدد الشركات اللي جرى تاسيسها والتدفقات كمان، التدفق الاستثمار الاجنبي المباشر. ليه بقى اقول لحضرتك؟ لان كتير من المستثمرين في جميع اللقاءات سواء الزيارات اللي هي الخارج البلاد او اللقاءات اللي بتتم هنا في مصر، كله بيسال ايه الاطار المنظم للاستثمار؟ ايه الضمانات اللي انا الحكومه بتقدمها لي؟ ايه الحوافز اللي هي بتخليني ان انا افضل ان انا استثمر في مصر عن في دولة مختلفة؟ فبالفعل من أول ما صدق على الحكومة بالفعل بقينا نشوف زيادة ملحوظة بالمقارنة بنفس الشهر في نفس يعني السنة اللي قبليها أو حتى اللي قبل قبليها. فالحمد لله دي يعني دي حاجة يعني علامة جيدة، وإن شاء الله إن احنا نتحرك بقى سريعا في الفترة دي لتفعيل القانون، منها المبادرة اللي حضرتك بتشير إليها، والأهم كمان مركز خدمات المستثمرين. دايما المستثمر بيعاني من البيروقراطية أو إن الإجراءات بتاخد وقت، إن هو بيتقدم بيقعد سنة عقبال ما يبتدي في مشروع. فإحنا الحمد لله وحضرتك إن شاء الله تكون معانا وتشرفنا دايما بإذن يعني الله. داعم للاقتصاد بلدنا، إن إحنا يكون مركز الخدمات ده إن شاء الله يكون من أفضل المراكز عالميا، بيقدم أحسن وأفضل خدمات ويأثر المدة ويكون في ميكنة ان شاء الله، ويبقى كده كمان انا بقعد اقول دي حوكمه افضل، محاربه للفساد، تسهيل الاجراءات، دعم لاقتصاد بلدنا، والهدف الرئيسي هو توفير فرص العمل وتحسين دخل ومعيشه المواطن المصري. هو ده اللي دايما بنفكر عليه. يعني انا بتكلم على الاستثمار بفكر في المواطن مش بفكر في المستثمر، بفكر ازاي ان المستثمر ده بالفعل
داعم لاقتصاد البلد. أنا بشكرك دكتورة سحر ناصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وهرجع تاني أقول لك كشاب لو أنت قاعد بتفرج عليا دلوقتي، فكرتك شركتك دي مبادرة أطلقتها وزيرة الاستثمار، هتدخل على صفحة على أي صفحة على الفيسبوك وتكتب الموضوع ده، فكرتك شركتك، إملى بياناتك لو عندك فكرة، وزارة الاستثمار هتديك الدعم الفني، هتديك الدعم المالي، ولضمان الجدية هتخش معاك شريك يعني، ومش طالبة منك فلوس. فورا خش دلوقتي يعني، استغل فرصه زي كده. ممكن الوزيره تجي لك تقول لك خلاص احنا استكفينا دلوقتي، لا الحق انت وخليك من الاول. فكره بصراحه اللي اتمنى انها طبعا تحقق مزيد من النجاح. هرجع بقى لحاجه مهمه جدا بتحكي على فكره بطء التقاضي في مصر، يعني ظلم بين ممكن يؤدي الى ايه. كارثه حاصله النهارده في كلية طب جامعة بنها. ايه القصة؟ عايزكم تسمعوا القصة دي بالراحة عشان تشوفوا ممكن القضاء البطيء يؤدي الى كارثة. طبعا دي مش سبة في القضاء، لا ده عندك مشكلة في النظام القضائي في مصر. قضايا كتيرة متلتلة، عدد المتقاضين كتير، محاكم قليلة، عدد قضاء اقل، بس شوف بطء التقاضي ترتب عليه ايه؟ كارثة. في 2002 كلية طب جامعة بنها عملت اعلان طلبة فيه معيدين، اتقدم عدد كبير. كلية الطب بناء على المواصفات اللي حددتها اختارت 24 معيد، انطبقت عليهم الشروط. في نفس التوقيت كان في معيدة من وجهة نظرها انطبقت عليها الشروط، لكن للأسف الشديد لم الجامعة ما خدتهاش، فرحت رفع قضية. الكلام ده منين؟ من 15 سنة رفعت قضية أمام القضاء الإداري، بتقول يا قضاء يا إداري يا محكمة يا عدالة، ادي الاعلان اللي نزل وانا طلبت وقدمت ورقي لكن الجامعه ما خدتنيش. من كام؟ من 15 سنه. مفروض حاجه زي كده ايه اللي يحصل؟ ان القضاء الاداري بيبحث في الموضوع، بيشوف تنطبق لا تنطبق، فيحكم لها. يحكم لها في ايه؟ شهر شهرين. الدكتوره اسمها إلهام عبد العزيز اللي رفعت القضيه، لكن القضاء الاداري ما اصدرش حكمه الا مؤخرا الايام القليله الماضيه، بعد كام؟ 15 سنه من رفع القضيه. ده الجانب الخاص بدكتوره إلهام عبد العزيز. الحكم صدر لها باحقيتها، ماشي. خلي بالك بقى، تعال نشوف الناحيه الثانيه، ان المعيدين اللي صدر ليهم قرار تعيين من 15 سنه النهارده بقوا ايه؟ 24 واحد، بقوا اساتذه جامعه وكلاء كليه، بيديروا كليه الطب بجامعه بنها، وبيديروا المستشفى الجامعي لجامعه بنها. 15 سنه اترقوا، صح كده؟ صدر حكم القضاء الاداري بعد 15 سنه بايه؟ بفصل او عدم الاعتداد بتعيين ال 24 دول. الحكم طلع كده، واي مسؤول في مصر صادر حكم لازم ينفذه، والا يقع تحت طائله القانون ويتم حبسه. فراحت الجامعه واخده القرار ورفعه للسيد وزير التعليم العالي دكتور خالد عبد الغفار، اللي اصدر قراره بايه بقى؟ بفصل ال 24 عضو بكليه طب جامعه بنها. فصل، ما هو الوزير المساله مقفوله قدامه، هيعمل ايه؟ طبعا في جدل بقى قانوني، ان ال 24 دول تكونت لديهم مراكز قانونيه، والنهارده بقوا اساتذه جامعه، وهم ما اخطاوش يعني، الجامعه شافت كده. طب هل كان القضاء الاداري يقول مثلا الدكتوره إلهام دي تلتحق مثلا؟ انا مش قاضي، بس هو في سؤال منطقي، هل القضيه كانت تستحق
هل القضية كانت تستحق 15 سنة تمكث 15 سنة في القضاء الإداري؟ ده مش جريمة قتل وبنحقق وبنروح وكلام. يا سيادة القاضي الجليل، أنا قدمت الطلب ده وما توافقش عليه، وأنا شايفة كدكتورة إلهام إن أنا حق إن أنا أتعين، فالقضاء هياخد الإعلان ويشوف الورق وتنطبق عليها شروط ولا لا، ويلزم الجامعة مثلا لو هي صاحبة حق بإلحاق، أو إنها يقول لها لا أنت لا تستحق. أنا واقف هنا أمام إيه؟ أمام ال 15 سنة. الجامعة والكلية اتخربتها، المرضى اللي بيروحوا للجامعة والمستشفيات الجامعية ببنها خلاص 24 واحد، فطبعا مشكلة. هنا الجامعة تحلها ازاي؟ دي قصتها. انا بأثير القضية دي في مصر يا فندي من باب ان بطء القضاء التقاضي في مصر قد تنتج عنه كوارث، دي كارثة، دي كارثة. هل انا يحق لي ان انا اتكلم هنا عن نظام القضاء؟ الاجابة لا، بس بقى منظومة العدالة في مصر بضرب جرس انذار كبير قوي. يعني ايه قضية بسيطة من وجهة نظري تاخد 15 سنة؟ يعني ده انا حتى كدكتورة لما يصدر لي الحكم، طب انا اروح اعمل ايه بقى؟ يعني لو هذه الدكتورة الهام عبد العزيز كانت رفعت القضية عندها 30 سنة، النهاردة 45 سنة، ما هتروح هتبقى ايه مثلا؟ وكيلة الكلية؟ طب ينفع مثلا؟ يعني 24 فصل لان وزير التعليم العالي ما يقدرش يعمل حاجة. معي على التليفون الكاتب الصحفي الاستاذ رفعت فياض اللي اثار القضية دي النهاردة في صحيفة اخبار اليوم. مساء الفل استاذ رفعت. اهلا استاذ محمد، مساء الخير. القضية اللي حضرتك اثرتها النهاردة في على صفحات اخبار اليوم، اولا نعم، تعليقك على فكرة بطء التقاضي، وانا مش متخصص في مجال التعليم زيك، هل كانت القضية تحتاج ترى من وجهة نظرك 15 سنة للفصل فيها؟ استحالة أستاذ محمد، وأنا أتفق معك تماما، لأن أمرار في كثير من الأحيان بطء التقاضي قد يؤدي إلى ظلم الكثيرين بسبب البت في أي حكم أو أي قضية من القضايا. القضية اللي أنا أثرتها النهاردة أستاذ محمد، ما ذنب هؤلاء إذا كان الإعلان الذي نشر من قبل الجامعة وافقت عليه على نشر لي فتح باب التقدم للتعيين في الكلية لبقى على درجة معيد ومدرس مساعد، إذا كان هناك أحد إحدى الزميلات من اللي كانوا يحق لهم التقدم وما تقدموش، أو شافت إن الإعلان ده فيها نوع من التحيز لفئة أيا كان، المهم ان الاعلان اللي ما اتعمل وتقدم عليه العدد ده كله وعينوا هؤلاء بعضهم، لا قليلا منهم اللي لسه على درجه مدرس، يعني خدوا الدكتوراه على وش استاذ مساعد، لكن معظمهم اصبحوا اساتذه مساعدين واساتذه. نعم، لان الكلام ده من سنه 2002. اذا كان هناك خطا في الاعلان، هفترض مثلا اذا كان في خطا في الاعلان فيها نوع من اي شيء، ما ذنب هؤلاء؟ هل ده خطاهم هم ولا خطا الجامعه؟ هل هو خطاهم ولا خطا الشؤون القانونيه في الجامعه؟ ما ذنبهم هم دلوقتي ان يحكم بالغاء الاعلان ومعناها ان هم كان الغاء تعيينهم تماما؟ ومن هنا اثرت هذه القضيه، ودي او وضعت الجامعه النهارده في حرج شديد جدا، لان هؤلاء اولا لهم جداول دراسيه وبيعالجوا مرضى في مستشفى بياتي اليه يوميا ما يقرب من 1200 مريض، وبالتالي الاستغناء عنهم مرة واحدة بعد الذي أنفق عليهم بالملايين لكي يحصلوا على درجات الترقي من دكتوراه لأستاذ مساعد لأستاذ، تفقدها الجامعة في لحظة، بالإضافة إلى الضرب اللي هيحصل يضر بأولادنا تماما في العملية التعليمية. هناك وجهة نظر يا أستاذ محمد يقول والله خلاص الإعلان ده أو الحكم ده يعني شكلا يطبق لأنه منعدم التنفيذ، بمعنى
دلوقتي الحكم صدر على من كانوا متقدمين لهذا الإعلان بدرجة معيد أو مدرس مساعد، ودي وظائف إدارية وليست أكاديمية. نعم. يعني لأنه لم يحصل لسه على الدكتوراه ما خشش ضمن فئة أعضاء هيئة التدريس، فخلاص أنا شكلا هنفذ الحكم وأقول إن الإعلان ده بالنسبة لتقدمه للمعيدين والمدرسين المساعدين باطل، إنما اللي انتقلوا من هذا الإعلان وأصبحوا مدرسين وأساتذة مساعدين وأساتذة لا ينطبق عليهم هذا الحكم. ده وجهة نظر. وجهة نظر أخرى تقول خلاص إحنا نطعم أمام الإدارية العليا على هذا الحكم. حكم وجهة نظر ثالثة قالوا خلاص والله هننفذ الحكم لكن هنضطر ممكن بنضطر بعد ذلك نقوم نعمل إعلان، لأن في الحالة دي هيتفصلوا كلهم. بعد إذنك أستاذ رفعت، حضرتك هنا بتطرح حلول. نعم وأكيد. نعم. وزير التعليم العالي وهيجيب مستشاره القانوني ويبحث، بس أنا بناقش على فكرة بطء التقاضي أدى إلى كارثة. جذر المشكلة أن 15 سنة في البت في قضية بسيطة كان يمكن البت فيها في خلال عدة شهور قليلة، وكانت تحسم من لحظتها حتى ولو كانوا قد عينوا على إعلان ترى المحكمة أنه باطل أو أن المتضررة لها الحق، فممكن يتم تسوية حالتها. حتى الجامعة دلوقتي، حتى رئيس الجامعة لما كلمته الدكتور السيد القاضي رئيس جامعة بنها قال إحنا مستعدين إن السيدة الفاضلة التي تضررت من هذا الإعلان وإنها معيناتش أو إنها كانت هي رفعت دعوة مستعدين نعينها بالدرجة الوظيفية التي تتفق مستواها الأكاديمي الحالي وتنتهي المشكلة. أنا بشكرك أستاذ رفعت فياض الكاتب الصحفي الكبير مدير تحرير أخبار اليوم اللي أثار القضية النهاردة. كيف يؤدي بطء التقاضي إلى كارثة؟ في المصرف أندي بقول عندنا ظروف صعبة في بلدنا، لكن ياما دول مرت بظروف أكثر قسوة ونجحت إنها تطلع لقدام. تعالوا ناخد أمل من سنغافورة. هعرض هذا التقرير وبعد الفاصل عندنا موضوع مهم جدا. عن إيه؟ عن الانتخابات الرئاسية. هنفتح هذا الملف في حلقة اليوم مع ضيوف الأعزاء الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ سليمان جودة والقيادي بحزب الوفد الأستاذ عصام شيحة. إيه المفروض اللي الدولة تعمله من هنا لحد إجراء الانتخابات الرئاسية؟ وهل سنرى مرشحين منافسين للمرشح الرئاسي المنتظر عبد الفتاح السيسي أم ماذا؟